كازافون تقدم العوني والبهلول. في المخلوقين بعد صلاة المرسال ونوصف لكم الحوال وفي النساء والرجال أولادهم مرضيين وخذها بنت الفاملة وما تعمل لك حيلة ولا كانت جميلة قهر ذات الوالدين ويكون في عمرها 16 وراسها ما فيش واش وفي صخرتها ما تبطاش اجربوها ناس خرين وتضوي كيف الشمعة وتكون عندها شي صنعة وباش تعلي والصمعة قال الزمن باغي العوين وياك تخطب فيها وحتى تحقق بيها وامك لا تمشي بها ابقى حتى تشوفها بالعين ولا يعملوك بختها وياك تفلتها وعرس في ليلتها قاو تصبحوا فرحانين وكون من الرجال ولا تكافد حر المال وسيدي جواج الحلال ارى فلوس ومخلوفين وعندك تبع الحماق وتجوش بلا صدق وتمشي ايامها في السواق وليداتها مطروشين ودير بحساب العيد ولا تاخذها تييد ورا عمر هذا صغريبة وصحابها موجودين عندك تلصقك شي وحدة وتاكلك كي القرادة وناس لكي في القردة قا عينيها من توفين وتخير في الجمال وحبوا الله الجلال واجعلوا كيف العسالة القرازي مجروحين وخصنا منه شي كاس ونقدر منه الراس ونشربوا في وقت عسنا والناس السامعين والعسل الحمر صافي ونشربها منه تكفي واجعلوا الله الشافي أدوات المعلولين وياك من الشمايز وانا تبخرك بالكبريت واللي دازق والخزيت يهربوا منك في الحين وانا اطلق عليه البخور وانا يولي المخ يدور وانا الديني بغيت نزور السادات الصالحين وهم اللي نزوروا السلاف ونشوفوا تاكسي خطاف ورايدينا شي شوافة وخبرنا باللي كاين وحيت مرضي والديه ومقصودها طوع فيه وانا جرو تاعو نديها ما يبقاش وحدو مسكين وشحال عشت معاه وخيرو دغيا تنساه وتشوش في الدرب حداها راس يادو موجودين وبركة من الكلام وبركة من الكلام ونحدو هاد الخصام وحبسنا عليهم ليام راح نبيعهم مخصوصين وسيدي الله يقويهم ونطلبوا الله يهديهم والنبي وصى عليهم محمد زين الزين موجودين بركة من الكلام
ونحدو هاد الخسام وحبسنا عليهم بالايام رحنا بيعم خصوصينا